موجود على الكرة الأرضية شعب مصر. أمس كان في حلقة ساخنة من بنك أفكار مصر، من كل ثلاثاء بيكون معنا الدكتور محمود عمارة وبنك أفكار مصر، وكانت الحلقة ساخنة جدا ما بين ضيوفنا الدكتور مغاوري شحاتة والدكتور خالد عودة حول مستقبل مصر والصحراء الغربية والمياه الجوفية في مصر. وإحنا تبنينا في بنك أفكار مصر مشاريع للمستقبل نلقي الضوء عليها ونتابعها ونطالب الحكومة تنفذها علشان مستقبل ولادنا وشباب مصر. عايزين الصحراء الغربية دي كلها تبقى جنة خضرة وكل شبابنا يروحوا يعيشوا هناك، وتبقى في مدن جديدة وتتعمر، ونغير ال 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 التخطيط العمراني لمصر. وكنا نتمنى في كل حلقة ان المسؤولين يسمعونا، وكنا بنوجه نداءات. معايا الدكتور محمود عمارة لان جاله تليفون مهم بعد الحلقة. اهلا يا دكتور. مساء الخير يا دكتورة. ازيك يا دكتور؟ حلقة كانت سخنة امبارح. ما عشان كده كان لها رد فعل. كان لها رد فعل. مين التليفون اللي جالك بعد الحلقة فورا؟ عشان انت كلمتني وقلت لي جالي تليفون مهم. ما كنت عاوز اطمنك ان برضو او الكلام في رد فعل كويس. ايوه. بقالنا فترة عمالين نهادي. ايوه. محدش سأل فينا. فبعد الحلقة لقيت تليفون من الدكتور عصام شرف. رئيس الوزراء. رئيس الوزراء. ايوه. فمساء الخير يا دكتور. مساء الخير. انا فلان. اهلا دكتور، ازي حضرتك؟ قال لي انا شفت الحلقه بتاع دلوقتي. طبعا كانت مكالمه طويله شويه. أيوه. حبتين. أيوه. لكن انا هقول الجزء اللي يخص الحلقه. ايوه. فقال لي الحقيقه الكلام اللي كان موجود ده، انا نفسي ان انت الاسبوع الجاي اكلمك وتجيب الناس زي ما احنا اقترحنا. أيوه. تجيب الناس ونقعد نمسك ملف ملف. أيوه. على اساس بدل ما فعلا حكايه الخناقات دي ولا الصراعات ولا الكلام اللي بيحصل ده، تعالى نتفق على الملف، نشوف الاعتراضات على اي واحد بيقول فكره او مشروع. نجيب المعترضين كام اللي قلناها امبارح، ونعمل ترابيزه كده تقعدوا حتى هنا جنبنا في غرفه في مجلس الوزاره في رئاسه الوزراء. وتناقشوا الكلام ده. أيوه. ونقفل الملفات دي. وحتى قال لي انا النهارده قابلت الدكتور زويل، كان كده امبارح قابلت الدكتور زويل واحاول انشط. صحيح ان انا ملخوم كلامه بيقول، يعني احنا ملخومين الحكومه النهارده في الانتخابات، لكن ما يمنحش ان احنا نحاول نمشي بعض الملفات اللي نقدر عليها بالتوازي. وطبعا الحقيقه يعني كان ادبه وطريقته خلتني، رغم ان انا يعني كنت منفعل شويه فاتضايقت بعدها، لان بصراحه كنت قلت له يا دكتور انا زهقت والناس قرفت. دي الالفاظ اللي انا استخدمتها، الناس قرفت وانا زهقت. ليه؟ لان ما بنشوفش حاجه بتحصل، الملفات كلها احنا بنقعد قلت لرئيس الوزراء الناس قرفت وانا زهقت، وده اللي حصل. ايوه. انا حتى ندمت بعدها لان كان ادبه عالي قوي، بس انا كنت منفعل. ليه؟ انا بقالي 4 شهور سايب شغلي الخاص يبوظ، وبشتغل فولنتير متطوع على اساس نمشي بعض الملفات. فالناس اللي وثقت فيا وجابت لي ملفات، ملف قناه السويس، نهر الاهرام، ملفات كتيره. مفيش رد فعل بقالنا 4 5 شهور. فبالتالي انا قلت في الحلقه اللي قبلها مع حضرتك، قلت انا بجمد نشاطي لمصريين في الخارج، ملف مصري في الخارج هجمده، والباقيين هجمده خلاص، لان ما عندها وقت. فكان رد الفعل امبارح من المكالمه دي طبعا ايه، شجعني تاني، لا ما الواحد ما يستسلمش وحاجات زي كده. خلينا مستمرين. فاتفقنا ان الاسبوع الجاي نعمل جلسه ونتفق مع الناس، هو هيكلمني بحيث نتفق على الميعاد، نعمل جلسه ونمسك الملف ده، ملف المياه الجوفيه. طب شكرا يا دكتور، لان ده في حاجات مهمه جدا في اللي حضرتك قلته ده. اول حاجه ان رئيس الوزراء، اول حاجه ان رئيس الوزراء بيتفرج علينا، وده مهم جدا. ده صحيح. تاني حاجه انه احنا رئيس الوزراء وجهنا له نقد كثير جدا في هذا البرنامج، ومع ذلك بيستقبله بروح كويسه واستجابه، ان احنا عايزين نبني مصر وان صوتنا وصل له وانه خد خطوه ايجابيه ناحيه ملف هام جدا في مستقبل مصر. فده برضو شيء مبشر بالامل. صحيح. فاحنا انا سعيده جدا بالمكالمه دي، وسعيده ان في التواصل، وسعيده ان احنا كاعلام بنادي دورنا فعلا، ان احنا نوصل صوت الشعب ده عايز ايه. صحيح. طيب يا دكتور،
ان شاء الله احنا بقى عندنا حلقه مهمه جدا الاسبوع القادم، بس مش هنقول عليها دلوقتي، مفاجاه. لا مفاجاه فعلا. شكرا دكتور محمود. للشباب بالذات. للشباب بالذات. مفاجأة للشباب بالذات. شكرا دكتور محمود عمار الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة